من أسباب دخول الجنة الاستقامة على دين الله وعلى شرعه. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورفقتكم السلامة، وحفظكم الله من كل سوء ومكروه. الجنة هي دار المتقين، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها، جعل الله لها من الأسباب لدخولها، فمن ذلك الاستقامة على دين الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. وذكر الله تعالى هذه الآية في أواخر سورة هود، بعد أن ذكر جملة من قصص الأنبياء، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. والاستقامة هي أن يلزم العبد ما أمر الله تبارك وتعالى به ثم يستقيم عليه. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الصحابي: رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا غيرك، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فالعبد إذا استقام على شرع الله كان من أهل الجنة بإذن الله تعالى. وربنا جل وعلا جعل ثواب وجزاء الاستقامة ما ذكره: أولئك أصحاب الجنة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعلى العبد أن يسأل ربه جل وعلا الاستقامة، وإذا وفقه الله تعالى لطاعة فعليه أن يستقيم عليها، وأن يسأل ربه جل وعلا هذا الخير ألا وهو الاستقامة على شرع الله جل في علاه. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة ومن أهل الاستقامة ومن أهل الطاعة، وأن يبارك لنا فيما نقول وفيما نسمع، والحمد لله رب العالمين.